وطبعا الاعلام العربي فيه تطوير شويه في بعض القنوات، وخصوصا دلوقتي بيبقى فيه اضافه ان يعني مع احترامي يعني انه برضو لسه شويه برضو يعني هن 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 هنبقى احسن واحسن. ان دلوقتي حتى في الحرب بين اسرائيل وغزه احنا بنجيب وجهه النظر الاسرائيليه بين محللين وصحفيين ومسؤولين عسكريين واقتصاديين ومسؤولين ومتحدثين باسم دوله اسرائيل، وده يحسب للاعلام العربي في بعض القنوات. اعتقد ان مصر كانت بدايه في صباح الخير يا مصر كنا بنتعاون وجبنا صحفيين اسرائيليين وحاجات كده من عشرات السنين يعني، يعني احنا اللي بدانا في مصر بالطريقه دي كانت برنامج صباح الخير يا مصر. ولو تفتكر قضيه الـ 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 الاحتلال اللي هم كان من 5 واحتلوا كنيسه المهد وكانت على الهوا، كان في لقاء أيوة. بين المذيع وبينهم يعني، وده طبعا اللقاء ده عشان يتم يعني تاريخ. عايز اقول لك انه في تعاون على جميع المؤسسات الاعلاميه والاستخباراتيه والامنيه والعسكريه والشرطيه وكله علشان يبقى في لقاء زي ده في قناه رسميه. فاحنا بادئين بيه بس احنا ما استمرناش ليه ما اعرفش. لا انا بعتقد ان احنا ابتدينا نرجع القوه يعني. بالمناسبه اللي احنا بنتكلم فيه النهارده جبنا اذاعه فيديو مهم وتصريحات لاهالي بعض الجنود الاسرائيليين، كان احنا اللي يعني احنا اللي دعناه متمردين وخايفين على اولادهم وبيقولوا ان احنا لا نثق في قياده الجيش الاسرائيلي وان احنا مش هنقف مكتوفين الايدي واولادنا بيتعرضوا للخطر. انت بقيت تجيب اخبار من داخل اسرائيل، ودي حاجات يعني في السياسه طبعا دي حاجات ليها تاثيرها وقويه يعني.